بالمحاضرة الجميلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما ببقى سعيد أنا موجود في بورسعيد، وبشكر كل الأورجنايزنج كوميتي، الدكتور أسامة والدكتورة سونيا وكل ناس بورسعيد، وطبعا البقاء لله الدكتورة فاتن. والنهاردة كان بنودي حد من رموز المنصورة وبورسعيد، الدكتور مجد أبو جندي ربنا يرحمه. مجد أبو جندي كان أول دفعته في المنصورة وتعين مسالك، وبعدين كان ساب جامعة المنصورة، ومن الناس اللي كانت لها صاحبة الأيادي كبيرة قوي في بورسعيد، وربنا يرحمه النهاردة. دايما أنا بسعد ببقى موجود في بورسعيد وبسعد أكون معاكم. موضوعنا النهاردة هيبقى على الكوميونتي أكوارد نمونيا، وتقريبا رسالة في نهاية المطاف من المحاضرة، لأن الموضوع ياخد وقت كتير جدا لو اتكلمنا عليها بتفاصيل، إن إحنا how to select the antibiotic في الكوميونتي أكوارد نمونيا. خلونا نبدأ في النمونيا، إن إحنا نعرف شوية مسميات عشان تبقى الموضوع سهل علينا ونقدر نهضمه كويس. النمونيا بتقسم بتقسيمات كتير، انفكتيف نون انفكتيف، تبع الديوريشن لها تقسيمات، تبع برايمري ولا سكندريز وهكذا. لكن للبراكتيكال بوينت ان احنا نعرف يعني ايه كوميونتي اكوايرد نمونيا، ويعني ايه هوسبيتال اكوايرد نمونيا، ويعني ايه فنتليتر اسوشيت نمونيا. كوميونتي اكوايرد نمونيا بالظبط، انا واقف هنا في الكوميونتي ودي المستشفى، لو جالي وانا في مجال الكوميونتي نمونيا او دخلت المستشفى في اليوم الاولاني او الثاني ظهر عندي نيمونيا، دي كوميونتي اكوايرد نيمونيا. بعد يومين من دخول المستشفى اصبحت هوسبيتال اكوايرد نيمونيا. بتقسم بقى ايرلي وليت تبع في الاربع ايام الاولانيين ظهرت ولا ما ظهرتش. ولو طفل دخل سواء من الكوميونتي او من الهوسبيتال اتحط على فنتليتور وظهر نيمونيا في اليوم الاولاني، او هو داخل بنيمونيا هي جايه من بره او جايه من المستشفى، لكن لو هو داخل لسبب اخر وتحط على فنتليتور، شكرا لحضرتك ممكن تفتحها، ولسبب اخر، شكرا شكرا لحضرتك، وسبب اخر داخل محطوط على فنتليتور عند دكتور محمد، و بعد يومين من حطه على الفنتليتور جاله نمونيا، ده بقى اسمها فنتليتور اسوشيتد نمونيا. فالمسميات دي نبقى عارفينها، لان الاورجانيزم في الكوميونتي حاجه، في الهوسبيتال حاجه، والايرلي هوسبيتال حاجه، والليت هوسبيتال حاجه، وفي الفنتليتور حاجه. يعني هتلاقوا في ديفرنت اورجانيزم. احنا مش هنتكلم على الهوسبيتال ولا الفنتليتور اسوشيتد، احنا هنتكلم بس على الكوميونتي اكوايرد نمونيا. دي الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب في تشالنج، هل في تشالنج موجوده قدامنا لما بنشوف طفل نيمونيك في عياداتنا؟ هل في تشالنج؟ في. يعني اهم حاجه مثلا الفيتشرز بتاعت النيمونيا. انا ممكن يجي لي بين الطفل اللي جاي بشويه كحه، والاقي معاه شويه حراره، وجاي للعياده كده بسمعه بهدوء وبشوف باخد الهيستوري بتاعتي بالراحه، والاقي عندي ساينز اوف نيمونيا، لحد طفل جاي لي سيبتك وهو الاوريجينال بتاعه بتاع السبسس هو نمونيا. فالرينج بتاع الديزيز بتاعي كتير جدا، مش كده وبس. انا بتكلم في الاطفال، دايما الاطفال ده عندنا مشكله، في نيونيت، في تودلر، في سكول ايج، كل ايج من دول له اورجانيزم. فبالتالي السلكشن بتاعت الانتيبيوتيك محتاج ابقى فاهم ايه الاورجانيزم بتبقى عندي. انت مش كده وبس، مين فيكو بيقعد الام مع الام ما تدوخوش؟ انت جايه ليه يا ستي؟ اصل الواد بيعيط. يا ستي الواد بيعيط، الواد جاي سخن، حرارته 150 درجه. يعني هتلاقي دايما الهيستوري احنا بنتعب فيها. فدي كلها تشالنج ممكن تخليك قاعد بتدوخ معاها عشان توصل للدياجنوز بتاعك. وعشان كده احنا عندنا الهيستوري والاكزامينيشن واللوكال اكزامينيشن لازم نهتم بيه وناخده سيستماتيك عشان نقدر نمشي عليه صح، عشان نقدر نوصل. مش كده وبس، لا يكون عندي السبيكترم بتاع النمونيا عندي. يعني لو انا عندي الابر لوب نمونيا، ممكن طفل جاي لي بحراره وعنده الاقي فيه منجسمس، الاقي دي حاجات كلها ودي هي اساسا النمونيا. واحد جاي لي عند الدكتور محمد ومتحول له سيفير ابدومينال بين، لكن هي اساسا لور لوب نمونيا. الفرق بين التيبيكال والاتيبيكال نمونيا لازم ابقى تبقى في ذهني عشان اقدر اشخص الحاله واقدر اوصل لها، وبالتالي السلكشن بتاعت الانتيبيوتيك هتفرق. المايكرو اورجانيزم مع الاجزم عندي مهمه جدا. هل في ريد فلاجز؟ وهنقولها بعد شويه، اللي تخليني لما اشوف طفل نمونيك هيتفرق معايا في الديسيجن في الانتيبيوتيك بتاعي تبع ريد فلاجز اللي هناخدها مع بعض.
وعشان كده جزء برضو من تشالنج السبسس، وده بنشوفها كتير يعني الناس اللي شغله بالذات في الاي سي يو او بيشتغلوا في الطوارئ، لو في الاماكن فيها السيستم بتاع الطوارئ اتحد القاعد تو سيلكت الكيس ويفرق الحالات بالظبط، السبسس ده لازم يكون ممكن يكون جزء من النمونيا، هو سبب النمونيا. فبالتالي البلان بتاعي لازم يتحدد في الوضع ده هيبقى ماشي ازاي. الفرق وده بتحصل كتير، الطفل الديابيتك اللي جاي لي بديب بريث مش برابيد بريث، التكبنيا والهايبرنيا لازم يبقى فاهمينهم. طفل هو في تكبنيا معاه برضه بخلاف ده، لازم اكون فرق كده، ما دخلوش وبعالجه بنمونيا وبعد يومين يبقى انا متاخر عليه عشان اطلع الاسيدوز اللي كان فيه. لازم نبقى حاطين الحاجات دي فيها. وزي ما احنا بنقول البرزنتيشن بتاعت النمونيا، هل هو فيرال، هل هو بكتيريال، هل هو تيبيكال ولا اتيبيكال، هل امتى اقول عليه ام ار اس اي، في عندي ام ار اس اي موجوده، كل الكلام ده لازم يكون في ذهني عشان اقدر اوصل للبروبر دايجنوزيس والبروبر مانجمنت والبروبر سيلكشن اوف اي انتيبيوتيك. وعشان كده في الاسسمنت اوف نمونيا لازم رقم واحد اعرف شخص نمونيا. لو شخصت نمونيا ما شخصهاش كده وبس، لازم احدد السيفيرتي بتاعتنا، ايه درجه السيفيرتي اللي موجوده عندي، هل فيها كومبليكيشن ولا لا، والكومبليكيشن دي هل لوكال حواليها في قلب الشيست ولا في الهارت في هارت فيلير ولا لا، هل هي نفسها بقت كومبليكيت نمونيا زي في الافيوجن كون معاها ولا نيكروتايزنج نمونيا. هنا السبيكترم اوف انتيبيوتيك هيفرق جدا معايا وازاي اقدر اختار الانتيبيوتيك بتاعي. لازم عارفين النمونيا تشخيصها كلينيكال وراديولوجيكال. ما عنديش لاب، اللاب ده مش للتشخيص، مش هيفيدني انها دي نمونيا ولا مش نمونيا، هيشخص معنى السيفيرتي وهيخليني اتابع السيفيرتي ماشيه معايا ازاي. فبالتالي النمونيا هي راديولوجي ولاب. دبليو اتش او قايل كده، السي دي سي قايل كده، كل اللي هي الجايد لاينز بتتكلم كده، لازم اللاب هو للسيفيرتي وليس لي. طيب مش هيفرق معايا سي ار بي كذا، ده مش هيقول دي نمونيا ولا هيقول الاورجانيزم ايه، لا. فدي نقطه لازم نبقى حاطينها في اعتبارنا، كلينيكال وراديولوجيكال. بالنسبه للكلينيكال بتاعت نمونيا بالذات، هنا التيبيكال نمونيا، التيبيكال نمونيا اللي جايه لنا اللي احنا بناخدها، كنا بناخدها في الباثولوجي زمان، يقول في ستيج اوف كونسوليديشن بتاخد لها يوم، وبعدين ريد هيباتايزيشن يعني في عندي ريد سيلز كتيره موجوده تاخد لها يومين ثلاثه، وبعدين جراي هيباتايزيشن وريزوليوشن دي يومين ثلاثه يومين ثلاثه يومين كمان. فده الباترن ده هلاقي لازم يجي لي بالكلينيكال جنرال ولوكال. يعني ايه جنرال؟ عندي فيفر، عندي انوركسيا، ممكن جاي لي بفوميتنج، ممكن جاي لي لوس اوف ابيتايت، الحاجات الجنرال اللي هي لازقه في اي فيفر في كل حاجه. لكن لازم يكون معايا حاجه لوكال عشان ابقى احدد نفسي، هلاقي في عندي شيست بين، عندي كاف، الاقي الام جاي تقول الواد نفسه عالي او صدره قاعد يتحرك كتير، لازم اسال على الكلام ده اللوكال ساينز اوف شيست. وعشان كده دبليو اتش او عشان يعملوا رابيد تريتمنت لما حطت ستاندر في التسعينات للعلاج، خد وما زال لسه موجود تحت الخمس سنين، بياخدوا التكبني از ستاندر. اي طفل تكبنك لازم تعتبره نمونيك، وكانوا عاملين في بروتوكول عشان يدوا انتيبيوتيك على طول ما نتنظرش لحد ما يحصل له ديتيريوريشن. لكن الستيت واليونايتد كينجدم لازم يبقى عندي ساينز اوف اذر ريسبيرتوري ديستريس عشان اتاكد ان في عندي نمونيا ولا ما عنديش. نفس الحكايه في اللوكال ساينز اللي باجي ادور عليها، بجانب ان انا بدور على الجنرال فيفر شكلها ايه ولا كان ويل بينج ولا اونات والكلام ده كله، لازم اشوف التكابنيا واللوكال ريسبيراتوري ديستريس ساينز اللي بشوفها من اول وركينج انزاي والانتركوستال اتراكشن والحاجات دي كلها. ننتبه الاطفال اللي تحت 6 شهور ممكن يجوا لنا بابنيا، بالذات اللي تحت 3 شهور الحاجات دي لازم، لو جاي لي بابنيا ممكن تكون السبب هو نمونيا مش حاجه تانية. الديساتوريشن ده جزء من هنتكلمه في الاسسمنت بتاعت السيفيرتي بعد شويه، لكن لما اجي اتكلم في اللوكال ساينز بتاعتي لازم اخد العيان بالترتيب بتاعي وانسبكشن وبربيشن بكل الحاجات البيزك اللي اتعلمناها عشان اقدر اطلع منه الساينز بتاعتي، هل هو رايت سايد، هل هو لوبر نمونيا، هل هو برونكو نمونيا. لازم امشي سيستماتيك عشان اقدر اوصل فيه. الاسسمنت بتاعت السيفيرتي مهمه، واحنا حافظين كلنا ان في عندي تاكبنيا جرانتنج وركينج الانزاي، جرانتنج احنا عارفين ان هو بيقفل
الناس بتاعه الاي سي يو ازاي بيقفل لي بيزود لي الفيسيولوجيكال بيب عشان يحبس لي شويه هواء يقدر يعمل لي فنتيليشن بشويه الهواء بتاعه، زياده الورك اوف بريثنج باكسسوري ماسلز انتر كوستال سب كوستال سوبرا تريتر سوبرا ستانر ريتراكشنز، وفي الاخر لو فشل في كده بيحصل لي ساينوزس. طيب انا هختمد على ايه؟ الساتوريشن. العيان اللي جاي بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ هل بيقول كلمه؟ هل بيقول جمله؟ هل بيتكلم كويس عشان حد السيفيرتي؟ هل المينتال فانكشن بتاعته هو كونفيوزد؟ يعني لو كان كونفيوزد والساتوريشن تحت 90 ومش قادر يتكلم خالص ده سيفير، لكن من 90 لـ 92 ده بقى مودريت ساتوريشن، لو فوق ال 92 ده بقى مايلد. فبالتالي انا شخصت بكده النمونيا. انا بسيب المحاضره يا دكتور معتز، خدها مفيش عندي مشكله. شخصت النمونيا وشخصت السيفيرتي. طيب لو كنا نفكر في النمونيا بطريقه اعمق شويه هنفاجئ ان لو عملت خلاف مثلا، يعني الدكتور اشرف امبارح والدكتور شيرين جابوا الاي كي اي وجابوا حاجات في السكريننج الريد فلاجز، اليو تي اي تعمل كالتشر بطريقه صح هتوصل، هتقدر تجيب حاجه بس تاخد كالتشر صح. هنا في الشيست 20% الماكسيمم النتائج بتاعتنا 20%. طب التاني عن 80% لو ما كنتش عارف اقدر بريدكت الاورجانيزم هنا ايه مش هقدر اوصل للانتيبيوتيك، مش هنتظر الانتيبيوتيك كالتشر عشان تديلي. وعشان كده لازم ابقى عارف، وده تعتمد على الايج بتاع الطفل وعلى الاميون ستيتس بتاعه، الاميون كومبتنت حاجه والاميون ديفيشنسي حاجه. فبالتالي احنا في النيونيت ده مش بتاعنا، لكن نبقى عارفين في عندي ستريبتوكوكل وعند ايكولاي والاستيريا وحاجات تانية، بخلاف لما يطلع بعد كده لحد 3 شهور. شفتوا لحد 3 شهور لان بعد 3 شهور في حاجات تانية، لان لحد 3 شهور الكلاميديا موجوده. لكن نفتكر كويس قوي في كل الايدج بتاعت الاطفال التيبيكال نيمونيا بتاعت الستافيلوكوكال نيموني موجوده والفايرال نيمونيا موجوده، لكن هتلاقوا حاجات بتتغير معاها. يعني هنا الكلاميديا بتتحط هنا اللي هو يجي لك طفل افيبرايل ونون توكسيك لكن عنده الاعراض بتاعت النمونيا، وتديله حاجات اللي هتبقى محتاج هنا الحاجات بتاعت الاتيبيكال اللي هي الماكروليد والحاجات الثانيه. لكن هتلاقي معاهم الستريبتوكوكس اي وبي والهيموفيلس انفلونزا بدات تدخل. طب طلعنا شويه هلاقي الهيموفيلس انفلونزا مش موجوده، جروب اي موجوده ودخلت للاستاف. هطلع فوق شويه بعد الخمس سنين هلاقي ما زالت الاستاف موجوده لكن دخل لي المايكوبلازما، فبدا يجي لي هنا لازم افكر بعد الخمس سنين في الاتيبيكال اورجانيزم. فلازم دماغي يبقى فاكر الكومن اورجانيزم دول بمنتهى البساطه. تحت الخمسه فكر في الستريبتوكوكال نيمونيه والفيرال، بعد الخمسه فكر في الستريبتوكوكال نيمونيه مع الفيرال بس زود لي الاتيبيكال اورجانيزم، تحت 3 شهور فكر لي في الكلاميديا باستمرار، وده هيفيدونا الستاف بالذات عشان الكومبليكيشن. لو لقيت فيه حاجات حصل لي كومبليكيشن سواء افيوجن او نيكروتايزنج نمونيا او لقيت اي حاجه ممكن تكون هي سبب معانا. طب الطفل الاميون كومبرومايز دخلنا في كاتيجوري ثانيه من الادويه، دخلنا في اورجانيزم مختلف، السودوموناس بقت موجوده، الفانجس بقت موجوده، في اورجانيزم مختلف. لكن دايما خلي بالك الطفل اللي بيجي لك بريكارنت ريسبيراتري او ساينو ريسبيراتري انفكشن مش دايما هيكون اميون كومبرومايز، ممكن يكون حاجه تانية. حد يقترح علينا حاجات تانية ايه؟ ماشي حاجه تانية، حاجات اهم للرجال مثلا سيستيك فايبروزيس، ايه تاني؟ طيب ممكن يكون immune deficiency لكن عندي anatomical defect حصل عليه infection، يكون عندي حاجة genetics زي cystic fibrosis زي ما الدكتور قال لنا، أو يكون foreign body neglected. وأنا فاكر كان في مؤتمر من سنة ونص في كفر الشيخ، وكنت مبسوط جدا من تيم الثوراسيك سيرجن لما عرض حالة وهو بيعرضه وبيقوله إن كان دي حد خطأ مننا ان احنا الطفل ده ما قرناش الاشعه كويس وقعد بالتالي يعاني كذا شهر لحد ما رجعوا الاشعاعات وكان هو فورين بودي سامبلي، اتحلت المشكله لما شال الفورين بودي. من الحاجات المهمه عشان وانا اشخص النمونيا صح شويه هيستوري، لازم ادي للعيان شويه هيستوري بس اركز على حاجات.
يعني الفاكسينيشن، لان انا لو الطفل ده احنا طبعا عارفين انه ستريبتوكوكال نيمونيا مش موجود في مصر اللي هو الكومبالسري فاكسينيشن، لكن هتفرق لو الطفل ده واخده ولا لا. لو واخده انا ممكن اموكسيكلاب مثلا يكفيني جدا، لو مش واخد الفاكسين لازم ادخل على سيرد جينيريشن كيفالسبورين، فبالتالي لازم اخد الهيستوري كويس. لو العيان ده مش واخد الفاكسينيشن الكومبالسري كمان سليمه، لازم احط الاورجانيزم الثانيه واحطها في اعتباري وانا بتعامل معاه. الحاجات الثانيه الانتيبيوتيك يوز، تعرفين في الاميون ديفيشنسي حاطين على مستوى العالم 10 كرايتيريا عشان 2 منهم يتواجدوا بالاميون ديفيشنسي، في مصر المفروض احنا 9 بس، لان منهم ان لو اديت انتيبيوتيك لمده شهر او استخدمت انتيبيوتيك انجكشن يبقى ده اميون ديفيشنسي. طبعا كده الطفل لما بيدخل لنا العياده عيب الدكتوره سونيا انه يخرج من عندك ما ادلوش انجكشن، طيب عيب جدا مش كده؟ ما تبقيش دكتوره بقى كده مش كده؟ والام هي اللي بتطلب الكلام ده على فكره، يعني مش مجرد دكاتره هي اللي غلطانه. يعني انا بيحصل شكل كتير مع الامهات، لا هو ما بياخدش، خلي بالك هو بياخدش حاجه ببقه، طب اديله ايه يعني؟ ومش ما هو ما بحبش اديله سبوزيت، طب اديله ايه؟ اديله يعني. انت بتبقى في تشالنج معاهم في الحكايه دي، وده جزء من التشالنج بتاعنا. النقطه المهمه قوي اللي عاوز اعلق عليها الدي كير اتندي اتندنس، الكير دي الدي اتندنس تعمل لي نمونيا ولا تعمل لي ابر ريسبيراتوري اكتر؟ الاثنين يعملوا، الاثنين يحصلوا، لكن تعمل ايه اكتر؟ ابر، والابر نوت نمونيا دي حاجة، ومش not indication immune deficiency. احنا عارفين الطفل العادي من 4-8 مرات upper respiratory في السنة، لو راح الحضانة اضرب رقم ده في 2، وده اللي بيحصل. يعني من مايو من اكتوبر لمايو هيجيله مثلا حدود كل شهر مرتين الدكتورة سوني، وده المشكلة اللي بنلاقيها في العيادات. اكتب له حاجة للمناعة وارفعه، تلاقي الولد عنده 3 سنين ووزنه 18-19 كيلو وكل حاجة، مفيش عنده اي signs لأي deficiency، ولو عملت له CBC كويس ما عندوش اي حاجه، لكن هي عندها قناعه واحنا بنغلط وما بنفهمهاش. اتس ا نورمال تشايلد، ده نورمال تشايلد، لكن هيبقى ريسك يجيله ابر ريسبيراتوري وريسك يجيله لور ريسبيراتوري في صوره النمون. طيب البرزنتيشن بقى لازم نبقى فاهمينها وفاكرينها عشان اقرر هدي انتيبيوتيك ازاي. فمن ضمن البرزنتيشن دي التيبيكال، سواء كان ستريبتوكوكال او هيموفلس انفلونزا، لكن عندي الاتيبيكال هنقول البرزنتيشن تبقى شكلها ازاي، هي فايرال ولا لا، امتى اتوقع الام ار اس اي، امتى لازم احط في اعتباري من اول لحظه. يعني انا بعمل فحص العيان وقاعد اعمل له بسمعه مش سامع حاجه في الرايت سايد، وبنزل تحت على الرايت سايد اعمل بيركشن الها ستوني دالنس، لا عندي افيوجن كلينيكال ممكن اجيبها، قبل ما اوديه اعمل له اشعه قبل اي حاجه لازم افكر فيه واتابعه بالراحه معايا. طيب الفيرال نيمونيا دي شكلها ايه؟ الفيرال نيمونيا في عندنا اورجانيزم فيروس كتير، انا مش كلهم كاتبينهم هتلاقي، لكن الكومن فيرال انفلونزا، البرا انفلونزا، ريسبيراتوري سينسيتيا، الادينو، الراينو، الكوفيد، واحنا عشنا معاه 3 سنين، وكان في الست شهور الاخاره بباترن مختلف. كنا بنقول من سنه نيمونيا تيبيكال ما هياش كوفيد، لو حصل بلور افيوجن ما هياش كوفيد، في 6 شهور من اكتوبر لحد فبراير لا كان في عندنا حالات بهذا الشكل، كان حالات كوفيد وكانت مال سيستم انفلاماتوري سندروم، وما اتحسنتش لما خدت تريتمنت بتاع المال سيستم انفلاماتوري سندروم. طبعا الفيرال سيبكم من الكوفيد لان الموضوع مالناش دعوه بيه خالص، لكن خلينا دلوقتي في احنا بنتكلم في النمونيا. دايما هي فتره اللي بنسميها الانفلونزا سيزون، اللي هي من اول اكتوبر لحد مايو، احنا في القطب الشمالي بخلاف القطب الجنوبي هنقلب السنه. فعندنا من اكتوبر لنوفمبر لمايو دي فتره الفيرال انفكشن. طب هلقطها ازاي؟ ما لازم احطها في اعتباري، عندي فلو سيزون موجود لازم افكر فيه، في كونتاكت حوالين الطفل دايما ده بيبقى بادئ بابر اسبيراتري وبعدين يعمل لور اسبيراتري، لكن التيبيكال نمونيا ممكن تجي لك على طول، طفل ما عندوش ابر اسبيراتري جاي لك على طول الفيفر العاليه قوي واللوكال ساينز مع الجنرال ساينز اللي ممكن الاقيها في العيان، مش كده وبس. الفيرال نمونيا لازم نبقى عارفين انها حاجه اسمها انترستيشال نمونايتس، بتيجي بتافكت الالفولاي والالفولار ساج والحاجات الضغط والترمينال برونكيولز، فبالتالي انا ممكن اسمع في الطفل ده هويز، مش اسمع بس كريبتيشن، ممكن اسمع الاثنين. ده مهم جدا لما الاقي طفل بهذا الشكل، دي فيرال نمونايتس وعلاجه انا محتاج اديله انتي فيرال اكتر، وكان انا ممكن القطه كلينيكال بدون ما اضطر اعمل له
فيرسال انفستيجيشن. طيب الاتيبيكال نمونيا، احنا عارفين الاورجانيزم بتاعت الاتيبيكال نمونيا كلنا حافظينها، المايكوبلازما والكلاميديا والليجونيلا. الليجونيلا بتاعت التكييفات، فمش بس بتجيلنا في الصيف، في الشتاء ممكن تجيلنا كمان في الصيف، عشان كده لازم الفلاتر دي تتغير او تتنظف قبل ما نستخدمها، وفي اثناء الشغل تنظف كذا مره، مع الكلاميديا اللي بتحصل في الشهرين الاولين او 3 شهور الاولين من العمر. ودي التيبيكال بتاعها هو المايكوبلازما، بتسميها ووكينج نمونيا. احنا قلنا النمونيا العاديه فيفر وعيل متدهول، لا ده ماشي وماشي عادي جدا وعنده النمونيا بتاعته، ويجي العيان الكلاسيك في الحالات دي تلاقيه واخد له انتي بايوتيك بقاله اسبوع او 10 ايام وما استجابش، لان الاتيبيكال اورجانيزم ملهاش سيل وول، فبالتالي كل الادويه اللي احنا عاطينها له احنا بنبدا على طول بالانجكشن، فبادئين سيرت جنريشن، بادئين اقصى الادويه لكن مش شغاله. بعد كده سلكشن اوف انتي بايوتيك، وده هنقولها في الاخر، لازم فاهمين الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بايوتيك بيشتغل ازاي. فبالتالي السلكشن انا محتاج استخدم حاجه للاتيبيكال اورجانيزم، حاجه بتشتغل خارج السيل وول اللي هيبقى ريزيستنت ومش هيستجاب معانا العيان ده. الام ار اس اي اللي احنا لما بيجي حد يقول تعالى شوف الحاله ديت مثلا في مستشفى او ديجن مره ولا حاجه، نلاقي باستمرار في عندي فانكومايسين، وللاسف اللي النازوليد بيتكتب قبل الفانكومايسين، رغم المفروض انا استخدم النازوليد لو حصل ريزيستنت عشان ما بوظ السبيكترم بتاعه الاكشن بتاعه الانتيبيوتيك بعد كده. افكر امتى ام ار اس اي؟ حد يديني كده رد. نعم جميل جميل. ايه تاني بعد البلاد كارشر؟ لو طلع لي بلاد كارشر ايه تاني؟ لا احنا خلينا في الكومنت، خلينا في الكومنت، لان الهوسبيتال اكواير داخل فيها حاجتين، السيفيريتي بتاعت العيان، وكان بياخد انتي بايوتيك قبل كده في 3 شهور ولا لا، وكان بياخدهم بجد ولا لا. دايما worsening of clinical signs، او لو حصل عندي ابسس في مبيمه، لازم دول ادي على طول افكر في الام ار اس اي، لكن مش كل عيان داخل لي بنمونيا اديله فانكومايسين، غلط ده انا بستهلك الانتي بايوتيك على الفاضي. طيب النكروتايزنج نمونيا، يجي لي طفل وهو قاعد الاقيه بديله العلاج، الاقيه بيسوق، او اجي اعمل له اكس راي الاقي عندي بقى فيه ابسس وفي باس بدا يتكون، وبلاقي فلويد ليفل موجود عندي في كافي، في كافيتي عندي بفلويد ليفل، كل الكلام ده نبقى عارفين ان هو مش فريكوينت، فبالتالي مش هحط كل عيان في دماغي ان هو نيكروتايزنج نمونيا، لازم يتعمل له اكس راي. وعشان كده لازم افكر في الاورجانيزم بتاعي الستريبت والستاف اكتر، ولو عندي اكتر من ابسس ده ستاف اكتر، فهنا والام ار اس ايه موجوده، فبالتالي لازم احطها في الاعتبار هنا. بس لازم افكر في الحالات دي كمان، انا عندي سودومونس وعندي كليبسيلا ممكن يعمله، فبالتالي السبيكترم بتاعي هيتغير هنا، وهزود شويه حاجات، مش هيبقى موكسيكلاف، لا هدور على حاجه بتشتغل للسودومونس. ولما اجي استخدم للسودومونس سواء اذا كان انا متوقع من حاجه كلينيكال ايفيدنت او باللاب طالع لي سودومونس، لازم استخدم دوايين للسودومونس، انتي سودومونا لازم ادي دوايين مع بعض مش دواء واحد بس. طب هل انيروبيك اورجانيزم ممكن تعمل؟ اه طبعا. طب هل الانيروبيك اورجانيزم في مكانها تاني؟ خلينا نتكلم في النكروتايزنج لسه. في النكروتايزنج هل يا ترى كل علاجي انتي بايوتيك بس؟ لا، كان من بدري ممكن استخدم ادله للجراح يشتغل معايا. لو السايز بتاعي كبير اكتر من 6 سم في الاكس راي طلع لي، او العيان ده جاي لي بهيموبتيز، او حصل فيوجن، لا بدري لازم يكون جنبي زي ما ادي انتي بايوتيك واختار الانتي بايوتيك بتاعتي، لا الجراح بتاع الثراسيك سيرجي يبقى جنبي هيساعدني في العيان بسرعه. الافيوجن مهم قوي احط في اعتباري ان الستريبتوكوكال نيموني اساسيه في الافيوجن، مش معناها اورجانيزم شاذ على طول دايما افكر في حاجه شاذه، لكن عندي بقى الستاف ام ار اس اي تعمل، هيموفلاس تعمل، كل انواع الستاف الثانيه ممكن تعمل لي حتى اجليز نيجاتيف والانيروبيك اورجانيزم. وعشان كده انا كنت بقولها وبفكرها ثاني، انيروبيك اورجانيزم لازم احطها في اماكن محدده مش في كل حته،
من فضلكم. يعني ما لقيش في لاجين مكتوب او واخد حاجه من الكربان جروب اللي بيغطوا لي احطهم في الاول في الانتيبيوتيك بتاعي. لازم لو كان عندي اسبيريشن نمونيا لو لونج اوس امبيم اذروايز لا. زي الانتي فانجل اللي بنلاقيها بتتكتب يقول لك اصل العيل بقاله 7 ايام عندنا. ما 7 ايام مش السبب. انت عامل سيلكشن ازاي؟ وحطيت الانتي فانجل. انتي فانجل ده لازم تحط في كرونيك هيلث ديزيز، ايميون ديفيشنس، كرونيك لانج ديزيز، كانسر بيشن، ترانسبلانت. لو عندي حالات دي فكر. لكن غير زي القسم بتاع الانكولوجي لما بيحصل فيه نمونيا لازم نفكر في الفانجس ولازم نشوف الاكس راي ونشوف الباتري بتاعها ماشي مع الفانجس ولا لا. المانجمنت دايما في اي مانجمنت، هل اضطر اعالج العيان في العياده؟ ممكن نمونيا على فكره تعالج في العياده. وامتى ادخله المستشفى؟ وهل في عيان هديله اهتمام ولا ما اديهش اهتمام عن الطفل التاني؟ طبعا عشان ادخل طفل في مستشفى قاعده كده اقل من 6 شهور لاي حاجه لازم يبقى في مستشفى. فيفر انا بنشوف انتي بيوتيك كتب الطفل عنده 3 شهور، فضلكم لازم ورك اب كامل. فبالتالي اقل من 6 شهور ده لازم يدخل مستشفى. المودريت والسيفير نمونيا لازم يدخل مستشفى. اورجانيزم عندي انا متوقعه، انا شايف العيان ده بادئ بافيوجن، لا يدخل مستشفى الاول وبعدين اشوفه تاني. طيب لو العيان ده ما بيقعد يرجع ومش هقدر تمينتين الهايدريشن، طب لو العيان ده في فيلير للتريتمنت قررت اديله انتي بايوتيك هي 24 ساعه 48 ساعه ما زودش عن كده وادخله المستشفى. طب لو انا شايف الام وهي جايه لي واحده غلبانه ومش هتدي الدواء، اوديها المستشفى احسن لها. طب لو الطفل ده جاي لي بقى دول الحاله الخاصه لازم احطها، والام تقول لي ده كان ادميتد من سنتين بنمونيا، ده كان ادميتد من وكان كركبوا له انبوبه يا دكتور، لا. طب لو قالت لي ان الطفل ده يديك هي سيفير نمونيا يعني كان بيجي له 2-3 نمونيا قبل كده، في حد بيخبط؟ حد خبط؟ انا اسف. ريكارنت نمونيا لا ده اديله اهتمام. طب لو عنده هيستوري من الحاجات دي، برونكوبالمونري ديسبليزيا، عندي سيستيك فايبروزيس، كونجنتال هارت، اميون ديفيشنسي، سيريبرال بولسي، مال نيوتريشن، لا دول لازم يديهم اهتمام خاص، لان هنا المانجمنت هيفرق معايا كتير وانا بحط خطه العلاج بتاعي. الانتيبيوتيك هو سهل وصعب. سهل لو انا فكرت بالراحه، لان احنا بندي جايد لاين ليها ممكن نتحرك خلاله، لكن هو جايد لاين في النهايه يعني دليل علاجي اكتر. لازم اشخص النمونيا، حد السيفيرتي، اعمل كرايتيريا بتاعه الادميشن محتاج ولا مش محتاج، وبالتالي المايلد كيس هيبقى له طريق والمودريت والسيفير كيس هيبقى له طريق، ولازم احددهم من الاول، لان المايلد كيس ممكن اديله علاج في الـ 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 من العياده واتابعه تاني خلال 24 ساعه 48 ساعه ما زودش ابدا عن 3 ايام يكون عندي واكرره، وادي الام التحذيرات اللي هتحصل عندها لازم ترجع لي. لو هو مودريت او سيفير انا مدخله المستشفى من الاصل. وعشان كده في العياده لو الطفل ده جاي في العياده وهديله علاجه، انا عندي 2 سيناريو، لاما الطفل ده تحت 5 سنين لفوق 5 سنين. تحت 5 سنين هي كومن الفيرال او تيبيكال اورجانيزم. لو انا عندي المانيفستيشن تمشي مع الفيرال هديله الانتي فيرال المتاح قدامي اللي هو الانفلونزا اللي هو الاسولتمافير. والاسولتمافير دايما بدي الرساله دي لازم اهتم بيها، لان دي خبره 2009 لما كانت الانفلونزا موجوده كبانديميك. سولتامافير انا بديله بالستاندرد دوز اللي هي الصبح وبالليل لمده 5 ايام، الريسبونس بعد 48 ساعه. لو الفيفر ما نزلتش بعمل دبلنج للدوز بعد 48 ساعه تانيين، وهو انفلونزا وانا مشخصه انفلونزا، وافضل اعمل له سوابنج عشان اتاكد انفلونزا عشان اعمل اللي انا بقوله ده. لو ما استجابش بعد 48 ساعه بعمل دبلنج للديوريشن، يعني بدل ما كانت 5 ايام اخليها 10 ايام. ده كان الستاندرد اللي WHO كانت نزلته في 2009 وما زال متسجل وما زال بنستخدم عليه. انفلونزا لو انا مشخص انفلونزا اللي هو الفيروس الوحيد اللي قدامي له علاج هو الانفلونزا، الاسولتمافير موجود وحتى موجود منه شراب وده شيء كويس، وله طريقه تحضير. لو ما كانش موجود شراب سهل طريقه التحضير بتاعه كلينيكال فارماست بيعملوه كويس قوي. فبالتالي لو انا عندي فيرال خلاص، لو انا عندي مش هو فيرال وهو ستريبتوكوكال نموني خلاص انا هدي الاموكسيسيلين. احنا ما عندناش اموكسيسيلين في مصر فبندي الاموكسيسيلين كلافولينيك اسيد. طيب بعد 6 سنين انا عندي الاتيبيكال اورجانيزم محطوطه في اعتباري، فبالتالي لا اما هدي اموكسيسيلين كلافولينيك او ادي اللي هي الحاجات بتاعت الماكروليد اجينست الاتيبيكال. طب لو انا دخلت الطفل ده المستشفى سواء هو مودريت او سيفير او اذر انديكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها، هدي الفول اميونايزد
للستريبتوكوكال نموني هديله على طول اموكسيلين كلافولينك او اموكسيلين سالبكتان، او لو هو نون فولي ايمونايزد هديله سيرجنجيشن كيفلوسبورين. طيب في سيناريوهات تانية، هل هو فيرال؟ ما ده الكلاسيك كيس. هل هو اتيبيكال؟ فهديله ماكرولايد. هل في الترنتيف للماكرولايد؟ هنقولها في الاخر، بس الكينيلون الترنتيف، هنقول ازاي الالترنتيف ده جاي. هل هو مارس ايه؟ من فضلك ابدا بالفانكو او ابدا بالكلاندا، لكن ما تبدأليش باللينازوليد من فضلك، خلينا الكلانزوليد في ريزيستنت كيسز. طب هل متوقع طفل زي كده يفشل العلاج؟ الحراره لسه مستمره، التاكبنيا موجوده، الروسبايدسيس موجود، السي ار بي والانفلاماتوري ماركر هنا قيمتها بقى، الحالات اللي هي السيفير الاقيها ما زالت بتعلى وعالية عندي. لقيت الراديولوجيكال ديتيريوريشن عند العيان، هو ديتيريوريتنج كلينيكال ولاب، عملت الاكس راي لقيته برضه هو كده، مش هنتظر عليه 3 ايام. في اي وقت الديتيريوريتنج ده اسمه فاليير. طب افكر ازاي؟ في 3 سيناريو قدامي، اما يكون في عندي ريزيستنت اورجانيزم، اما ارس اي وانا مش مقطيها، او عندي كليبسيلا. وفي الستيت كانوا حطوا سنه 2015 حاجه زي كده بيان من البيت الابيض في الستيوارشيب بروجرام، وكان منها ازاي سنه 21 يبقى امريكا ما عندهاش ريزيستنت للاورجانيزم بسبب ابيوزنج الانتيبيوتيك. وكانت كليبسيلا واحده من الحاجات الاورجانيزم كاتبين عنها الاهتمام. طيب ممكن تبقى كومبليكيتد نمونيا انا مش مشخصها، نيكروتايزنج نمونيا، امبايما، نيموسوركس، عندي هارت فيلير انا مش مشخصه، العيان دخل في سيبسيز وانا مش مشخصه، لازم ادور على كومبليكيشن. او يكون العيان ده انا ما خدتش هيستوري كويس وارجع هس نفسي، هل هو عنده اندرلاين كونديشن فورين بودي اميون ديفيشنسي، هل هو بروكن انا اسف معلش، هل هو برونكياكتسز وانا ما شخصتهاش، هل هو سيستيك فايبروزيس، هل هو هارد ديزيز وانا ما شخصتوش، لازم ادور على السبب. وبالتالي في ورك اب كامل بقى ده هنا في الحاله دي هيتعمل سي تي وكل الحاجات بتاعت الورك اب بتاعت كل الكلام اللي احنا قلناه من دقيقه لازم اعمله، وبالتالي التريتمنت هيفرق معايا في الريسبونس. في حتتين بس انا عاوز اعمل عليهم ريمايندر. الصوره دي اول ما نزلت يعني بدات تبقى موجوده في كتب والكلام ده داخل عليها اكتر من 15 سنه، وانا شايف انها صوره مهمه قوي. دي تقريبا الاورجانيزم، وده السيل وول، وده السيل ممبرين، وده الفوليت سنسز، وده الار ان اي او الدي ان اي ريبليكيشن، وده البروتين سنسز في داخل اي اورجانيزم. والاورجانيزم الانتيبيوتيك بتشتغل على حته من الحتت دي، فالمجموعه بتاعت البيتا لاكتام بتشتغل على السيل وول اللي هي البنسلين والسيفالوسبورين والكاربيبانم والمينوباكتام، والمجموعه نفسه بتاعت الفانكومايسين ده مش كلهم بيشتغل على السيل وول. فبالتالي دول لو عندي اتيبيكال اورجانيزم وماشي على اي دواء من دول انا بهرج. طبعا المجموعه اللي بتشتغل على الفوليت مجموعه محدده اللي هي السلفا، لكن تعالوا على الار ان اي او الدي ان اي، عندي الريفامبسين بيشتغل على الار ان اي، الكينولون بيشتغل على الدي ان اي. طب البروتين سنس عندي 50 اس سابيونت و 30 اس سابيونت، هتلاقي عندي مجموعه كده ومجموعه كده كتير قدامكم، هتلاقي الماكرولايد هنا هتشتغل هنا، لكن دول كلهم ممكن يبقوا بديل للماكرولايد في الماكرولايد ريزيستنت، او لو انا مضطر استخدمهم لسبب تاني، يعني انا كاتب كينيلون لسبب تاني خلاص مش مضطر ادي ماكرولايد في الحاله دي لان انا مغطيالي الاتيبيكال اورجانيزم. الحته دي مهمه، الاهم فيها لما اجي اعمل كومباينيشن للانتيبيوتيك كل بتوع الانفكشوس ديزيز، لان احنا البرانش ده للاسف ناقص عندنا في مصر وبطريقه مش حلوه ابدا، لكن بتوع الانفكشوس ديزيز دايما يقول لك وانت بتستخدم انتيبيوتيك لو قدرت تعمل كومباينيشن، لو انت بتعمل كومباينيشن اعمل كومباينيشن بتو ميكانيزم مش بوان ميكانيزم، ده هتعمل لك سينرجيستيك افكت احسن. الحاجه الاخيره، انا مجمع للنمونيا كل الادويه اللي في مصر، سير جينيريشن وفورس جينيريشن والاكستند سبيكترم بتاع لاكتمايز والحاجات بتاعه الكاربن، لازم نبقى عارفين السبيكترم ماشي ازاي. يعني الكاربن مغطي لي ايه؟ جرام بوزيتيف، جرام نيجاتيف، سيدوموناس، الانيرو، ابقى عارف وانا بكتبه انا مش محتاج اضيف معاه فلاجيل،
هما طيل الانيروب، فلازم ابقى فاهم الادويه. وده بيبان لما يبقى حد بيرفير حاله، باين ان هو فاهم عاد كاتب الحاجه ولا لا. من الحاجات المهمه جدا امتى استخدم كوليستين وامتى استخدم تيكا سايكلينج، اللي اصبح لهم ابيوز. يعني الكوليستين ده بيستخدم السودوموناس والكبسيلا، التيكا سايكلينج ملوش دعوه خالص بالسودوموناس، ده هو معمول اساسا الاكستند سبيكترام بيتا لاكتاميز ريزيستنت اورجانيزم، ده معمول اساسا. ولما طلع للتيب سوفت تيشو انفكشن وانت انترا ابدومينال انفكشن، وقعد كده بالابروفال بالاثنين دول بس حوالي 6 سنين على ما خدوا ابروفال يتحط في اللنج ويتحط في النمونيا. فالتيجا سايكلينج مش دواء هبال عفيف في كل اورجانيزم، مش مغطي لي حاجات كتيره جدا. فبالتالي لازم عارفين الادويه واحنا بنكتبها هتبقى ماشيه ازاي. انا خلصت، بس بذكركم بيدي الجروبز بتاعت الانتيبيوتيك. بذكركم ان اول واحد حذرنا من الابيوز بتاع الانتيبيوتيك كان هو نفسه الراجل اللي هو صنع البنسلين. وافكركم ان الصحه، عشان صحه اولادنا اهم كتير من اي حاجه تانية، حتى من الذهب ومن الفضه. واشكركم. شكرا للاستاذ الدكتور طارق.